تنوجه نداء جميع المواطنين بالاخص مدينه طنجه باش يجيو يتبرعوا في المركز، لان عندنا واحد الخصاص كبير في الدم، خصاص اللي كيهم الفصيله ا والفصيله بي والاو، حتى ان ديك الفصيله او اللي كنا كنعرفوها موجوده بزاف وخاصه موجوده عند 40 45 المغاربه اللي عندهم او، فهاد اللحظه هذه راه هي تقريبا ما كايناش، لقينا واحد بوشيطه ولا خنيشه ولا جوج ثلاثه راه بالدرع كل مره كنجبدوا وحده. والمواطنين كنتمنوا انهم ما يخافوش من التبرع، التبرع جميع كيعرف ان التبرع بان انسان كيدير الاجر الخير مع الله سبحانه وتعالى، ولكن واحد القضيه الثانيه اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس هي ان التبرع بالنسبه لجسم الانسان راه مفيد. اولا كتنشط الدوره الدمويه، نتعمقوا شويه من ناحيه ديال الافاده، الاستفاده ديال جسم الانسان هي ان الانسان ملي كيحيد واحد الكميه ديال الدم الجسم كيحاول يعوضها، والدم كيتصنع ولا كيتكون في النخاع العظمي، وهذاك النخاع العظمي اون فوا كتحيد الدم كيولي ينشط، كتولي تاكتيفي كيولي ينشط يخدم اكثر من ديك النسبه او ديك الطريقه اللي كيخدم بها كيزيد يخدم اكثر منها، سو كيف حالك كتنشطو. ثانيا ان الانسان ملي كيتبرع الخلايا ديال الدم بما فيها الصفائح الكرات الحمراء والكرات البيضاء كتجدد، وكنخصو بالذات خاصه الكرات الحمراء لان هي اللي كتنقل الاكسجين وكتنقل الاعضاء، سو كيف ملي كيتبرع الانسان فحال اللي كيعمل بالكولفانسيا الدوباج او لا التنشيط، كينشط الجسم ديالو كيعطي واحد الكرات حمراء جديده اللي كتكون كتنقل اكسجين بواحد الطريقه سلسه وطريقه سهله. الحاجه الثالثه واللي هي مهمه بالنسبه للمتبرع هي نقول سميتو الوقايه من امراض القلب والشرايين، الوقايه من امراض القلب والشرايين. الانسان ملي كيتبرع كنعرفو الكرات الحمراء فيها الحديد، داك الحديد ملي كيبقى في الجسم واحد المده طويله فحال كيتاكسد. ملي حنا دابا كل مره كنتبرعوا على كل شهرين ولا 3 شهور ولا 4 شهور، بالنسبه للراجل 3 شهور بالنسبه للمراه 4 شهور، كتبرع كتنقص من ديك الكميه ديال الحديد، كتنقص من ديك العمليه ديال اكسده الحديد، سو كيف ما كيبقاش ديك القضيه ديال الكوليسترول مع اكسده الحديد كيسدوا ديك العروق ديال الدم وشي هذا، كيوقع مشكل ديال الجلطه، مشكل ديال لونجين دو بواترين وشي، كتنقص منها بزاف. اذن غير الفوائد هادو راه ما كافين باش يتشجعوا الناس انهم يتبرعوا. راه طنجه دابا المهم راه حنايا زعما في خصاص، المهم واحد الستوك طايح بزاف، حتى دابا حنا بالنسبه لنا كان الناس كيجيو يطلبوا الدم غالب الله كنديروا حملات على برا، كنديروا سميتو في المعاميه في المدارس كنحاولوا نمشيو باش نجمعوا الدم، ولكن واخا داك الشيء هذاك ما كافيش، حتى الاقبال حتى سميتو الطلب ديال الدم كثر، واخا كيكون الاقبال سميتو ديال التبرع الطلب كثر بزاف. دونك رجاء جميع المواطنين اللي كاين في طنجة يحاولوا يجيو مركز تحقن الدم، احنا خدامين من 8:30 حتى 4، يجيو يتبرعوا في اي وقت مرحبا بهم. القضيه ديال الدم كيتباع هذه قضيه مهمه، هذه ما هي اللي كتكون العائق الاول بان الانسان ما يجيش يتبرع. انا ما نتبرعش لانه هما كيبيعوا الدم، داكور، هاد كيبيعوا الدم فين كيحسوا بها ملي كيمشيو بحال دابا لا كلينيك كيطلبوا الدم من المريض، كيجي لا كلينيك كتقول لك خصك تخلص او لا لا فاكتور خصك تخلص. اول حاجه اللي خصو يعرف المواطن هو ان داك الدم اللي كيجي يتبرع به كنديروه فواحد لابوشيط الخنيشه، ديك الخنيشه ماشي كنهزوها هكاك وكندوزوها للمريض، كدوز لعده مراحل. المرحله الاولانيه هي ان اول حاجه ديك لابوشيط سي بوشيط سبيسيال، ماشي ميكا عاديه، هذيك بوشيط على الاقل كتعمل واحد 280 درهم 300 درهم 300 درهم اللي كتعمل، عز على التحاليل ديال السيده ديال الزهري ديال الالتهاب الكبدي بي والتهاب الكبدي سي، هادو كاملين كيتكلفوا واحد المبلغ. يعني واذا جينا نشوفوا تقريبا الخنيشه ديال الدم لابوشيط ملي كتحيد من المتبرع حتى كتوصل عنده كتقام على واحد 1200 1300 درهم باش كتقام على الدوله. هاد لابوشيط واذا كان فيها شي مشكل شي انفيكسيون ولا شي ميكروب كتلاح، ما كانش عاد قد ندوزوها. سو كيفي ارتأت الدوله ان هاد القضيه ديال لابوشيط اللي كتقام 1200 1300 درهم واحد النسبه هادو غير التكاليف ماشي الثمن ديال الدم، تكاليف
انه يخلص واحد النسبه في البوشيطه، وهاد الخلاص اللي كيخلصوا بحال اللي غادي تدوز الطبيبه تخلص الطبيبه غادي عمل لك لا ميوتيال، بحال هادشي اللي الدواء غادي عمل لك لا ميوتيال، هاد خنيشه الدم اللي كيتخلصوا تستعمل في ميوتيال. ولكن هادو بحال دابا لي كلينيك ولا الناس اللي عندهم لا ميوتيال. بالنسبه للناس اللي عندهم راميد او لا داك الطبقه الهشه ما كتخلص والو، كتاخذو في المستشفى ديال الدوله ما كتخلص حتى شي حاجه، الدوله كتكلف داك الشيء هذاك. دابا واش كتستعمل شي دواء؟ شي انتي بيوتيك مؤخرا مثل الكراجات ولا مكاينش؟ كنا اليوم نتبرع بالدم على حسب واحد النداء عمل استغاثه عملته من المركز الجهوي ديال التبرع بالدم بان ما كاينش الدم والخزان ديالهم على عيني تقاضى. وحنا كناس عاديين وكهدف انساني عندنا جينا نتبرع بالدم، عملنا واحد الحمله في الفيسبوك باش الناس كاملين يجيو يتبرعوا بالدم، وفيها كنعرفوا بالاهميه ديال التبرع بالدم والواجب ديالنا بالتبرع بالدم. عملنا على شكل واحد التحدي بان كل واحد يتبرع وينزل الصوره ديالو فيسبوك ويدعي الاصدقاء ديالو بانهم حتى هما يجيو يتبرعوا باش يكون واحد الكميه ديال الدم ونعوضوا هذا الخزان اللي ما بقاش، وفي نفس الوقت نشروا الثقافه ديال التبرع بالدم. هذه المبادره جات تطوعيه عند الدراري ديال جروب ديال اوسون فاميلي، ما حنا ماشي جمعيه ما حتى شي حاجه، الدراري تجمعنا وقلنا نعملوا هذه المبادره لان كاين كنشوفوا كاين خصص في الدم. عدد المشاركين كيفوق 40 البارح، واليوم عاود عندنا 40 العدد وباقي غدا ان شاء الله، وكاين حملت مشير في طنجه، كاين في تطوان والحسيمه.